أقامت دار الأوبرا المصرية حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو الياباني يوشيدا، وذلك في إطار التبادل الثقافي بين دار الأوبرا والمؤسسات الفنية باليابان، ومشاركة من الشعب الياباني في لفتة كريمة للشعب المصري فيما يمر به خلال هذه الفترة. وحضر الحفل عدد كبير من الشخصيات العامة والفنية. والله يا أستاذة نسمة أنت وحشتونا، أن احنا بقالنا فترة كبيرة 15 يوم دلوقتي انقطاع في دار الأوبرا. النهاردة أول يوم بنرجع بنشاطنا بحفل كبير لأوركسترا القاهرة السيمفوني، والقائد معنا قائد ياباني، ويمكن ده كانت لفتة طيبة من اليابان الدولة الصديقة، اللي احنا النهاردة نقول في محراب اليابان ان دار الأوبرا المصرية كانت هدية من الشعب الياباني للشعب المصري. فالنهاردة اليابان بعد ما وقفت مصر حكومة وشعب مع اليابان في موضوع تسونامي العام الماضي، فاليابان لقت ان لابد ان ترد اللفته بلفته طيبه اخرى وتقف مع الشعب المصري في الظروف اللي بتمر بها مصر هذه الفتره. القائد الياباني ده قائد متميز جدا، سبق ان هو جه مصر مرتين قبل كده، قاد اوبرا عايده في 2007 وقاد اوبرا باترفلاي، فدي تالت مرة لي يقود أوركسترا في عمل فني. المرة دي عمل أوركسترالي. القائد الياباني من القادة المتميزين على مستوى العالم، تقريبا قاد معظم أوركسترات في معظم دول العالم. الحقيقة النهاردة أتوقع أنها تكون حفلة ناجحة جدا، لأنه في قائد ياباني كويس أوي، عازف بيانو كويس أوي هيقدموا حفلة النهاردة، وهيقدموا أعمال كمان جميلة قوي جميلة لتشايكوفسكي. تشايكوفسكي من أحب المؤلفين لجمهور الموسيقى، لأنه أعماله فيها يعني بتعجب الجمهور قوي، يعني عمل لها شعبية كبيرة قوي قوي. ويعني الحفل ده من الحفلات اللي أعتقدها تنجح إن شاء الله نجاح كبير يعني، وزي كل الحفلات اللي بتتعمل يعني في مستوى حفلات جميلة قوي بتعمل في مصر، وفي فنانين مصريين كتير قوي قوي كويسين على مستوى ممتاز النهارده، يعني نفتخر بيهم الحقيقه. لا انا جيت الحقيقه من يومين، وفي حفله بكره في المركز الدولي للموسيقى اللي انا مفروض يعني الاداره الفنيه انا اللي قايم بيها، فيعني جيت بحاول استفيد من الزياره اني احضر كل النشاط الموسيقي اللي بيتقدم في مصر قدر الامكان يعني. عملت حفلات السنه دي، عملت حفلات، رحت الصين ورحت التشيك ريبابليك، وعملت حفلات في اسبانيا، وكنت في جنوب افريقيا لسه من حوالي اسبوعين، ورايح الكويت ان شاء الله بعد كم يوم يعني. فده النشاط بتاعي.